أهلا وسهلا فيكم جميعا في درس جديد بخصوص تطوير والتعديل على المواضيع لجعلها صديقة لمحركات البحث ولجعلها تصدر النتائج الأولى في محركات البحث مثل جوجل وبينج وغيرها. في البداية لازم يكون نازل عندك على المجلة اللي هي ووردبريس، إضافة ووردبريس سيو باي يوسف. بعد ما نفتح الموضوع بنقوم بكتابة الموضوع بصورة كاملة، بعدها بنتوجه لأسفل خانة كتابة الموضوع اللي هي هنا تحسين محركات البحث. في البداية التحذير اللي بيظهر لي هنا بالأحمر، عنوان سيو هو العنوان اللي بيكون الموضوع بيكون لازم يكون صديق لمحركات البحث. لازم العنوان ما يكونش طويل كتير، لازم يكون قصير نوعا ما. فبالتالي أنا بروح بنسخ عنوان الموضوع وبلصقه هنا بدون عنوان الموقع عشان يصير عندي عنوان الموضوع صديق لمحركات البحث. وصف الميتا هو عبارة عن وصف بسيط للموضوع. طبعا أنا ممكن أرجع ألصق هنا برضو عنوان الموضوع بالإضافة لإني أضيف له شوية أمور زي تعريف بسيط لنظام تايزن، نظام تشغيل تايزن، أو تعريف بسيط بشركة سامسونج، أو تعريف بسيط بجوال اللي هو نوع زد 1. بعد هيك بختار الكلمة المفتاحية مثلا سامسونج. هذه الكلمة اللي أنا بدي أستهدفها في الموضوع تبعي. لو افترضنا إنه بدنا نكتب زد 1 نشوف حيطلع نتائج ولا لا. هاي سامسونج زد 1، فخلينا نختار أي نتيجة منهم مثلا سامسونج زد 1. بعد ما اخترتها هيك أنا ظبط الإعدادات. هذه هي الخطوة الأولى فقط. هذه الكلمة المفتاحية تبعت الموضوع هي الكلمة اللي لازم تتكرر عدد معين من المرات في الموضوع عشان جوجل يعتبر هذا الموضوع صديق لمحركات البحث. بعد ما اخترت الكلمة هذه طبعا بختار كلمة رئيسية من عنوان الموضوع عشان استهدفها في الموضوع تبعي. بعد ما اخترتها بروح بعمل تحديث عشان الإعدادات اللي تحت تتغير عندي. هنا زي ما احنا شايفين عنوان المقال صار يس، انه مكرر في عنوان المقال، وصار بالنسبة لمحركات البحث لو جينا اطلعنا هنا هنلاقي محركات البحث جيد، يعني صار وضعه جيد مش ممتاز. لو ممتاز حتكون بدل ما هي صفرة حتكون خضراء العلامة اللي هنا. طيب نرجع لموضوعنا، هنلاحظ ان عنوان رابط الصفحة مكتوب نو، هذا لانه عنوان الموضوع بالعربي ومش مدرج فيه كلمة سامسونج زد 1 بصورة منفصلة. خلينا نشوف، حنرجع لهذه النقطة، خلينا نشوف الخانة الثانية اللي هي تحليل الصفحة اللي هي الخطوة الثانية. تحليل الصفحة، أول حاجة اللي بالأخضر معناها إنه منيح، الأصفر معناها وضعه متوسط، الأحمر معناها في مشكلة. أول حاجة التنبيه الأول إنه الموضوع هذا بيحتوي على 187 كلمة، وهذا أقل من الحد الأدنى اللي هو 300 كلمة اللي ينصح فيه عشان الموضوع يكون موضوع قوي ويتم أرشفته محركات البحث. كثافة الكلمة المفتاحية 0.54%، هو ضعيف. إيش يعني كثافة الكلمة المفتاحية؟ أنا اخترت في كلمة عام الكلمة المفتاحية سامسونج زد 1. هذه الكلمة لازم تكون مكررة في الموضوع عدد كافي من المرات، يعني نسبة التكرار في الموضوع تكون عالية عشان يكون الموضوع عند صديق لمحركات البحث. فأنا بروح برجع للموضوع وبضيف له، بحاول أضيف كلمة سامسونج زد 1 أكثر من مرة بنفس التفصيل وبنفس المسافة. خلينا نعدل الفاكتور مكان نضيفه.
بعد تكرار كلمة سامسونج زد وان في الموضوع، لو ذهبنا لأسفل سوف نجد أن الإشارة الحمراء لم يتم تحديثها. الخطوة التالية بتكون إنه إحنا نعمل تحديث من هنا، بعدها ننزل نشوف إيش صار في التغيير. زي ما احنا شايفين تحليل الصفحة بالنسبة لكثافة الكلمات المفتاحية صارت 3.18% بدل 0.5% وتحولت للون الأخضر. هيك أنا حليت المشكلة هذه. برجع أشوف شو المشكلة اللي وراها اللي لونها أحمر. الصور في هذه الصفحة لا تحتوي على خصائص ألت فيها الكلمة أو الجملة المفتاحية الخاصة بك. فأنا الكلمة المفتاحية اللي عندي هي سامسونج زد 1، بنسخها، بروح على الصورة اللي في الموضوع، بضغط على إعدادات القلم هذا. في عندي في الخصائص حاجة اسمها النص البديل أو ALT، بروح بضيف كلمة سامسونج زد 1 فيها وبعمل تحديث. طيب لو جينا عملنا مرة تانية تحديث للموضوع، لو نزلت تحت تحليل الصفحة هلاقي انه الصور في هذه الصفحة تحتوي على خاصية قلب كان المفتاحية المستهدفة صارت لونها اخضر، فبالتالي حلت المشكلة. بضل عندي المشاكل، طبعا المشاكل من فوق لتحت هي هذا اكثرها اهمية. مثلا انا عندي 255 كلمة لازم على الاقل يصيروا 300، فانا ممكن اضيف كمان فقرة في الموضوع تنحل عندي المشكلة هذه. عنوان الصفحة يحتوي على 76 حرف فهو اكثر من الحد المرئي، هذا احنا حليناها عن طريق انه احنا غيرنا عنوان السيو، شلنا منه اسم الموقع، فبالتالي العنوان تبع الصفحة صار اقصر. الكلمة والجملة المفتاحية لا تظهر في رابط هذه الصفحة، فاحنا ممكن نعيد تسمية الرابط ونحط فيه الكلمة المفتاحية اللي هي سامسونج زد 1. لا توجد اي وصلات خارجية في هذه الصفحة. ممكن احنا ايش نيجي على كلمة سامسونج زد 1 او كلمة سامسونج ونعمل اد لينك ونحط رابط موقع سامسونج. انا زي ما احنا شايفين هاي الرابط، ممكن انا ننسخ الرابط وبعديها بنحطه هنا بننسخه وبنعمل اضف رابط. هيك صار في عندي رابط خارجي لو حدثت. لو نزلت تحت رحت على تحليل الصفحة هلاقي انه انا قضيت الروابط الخارجية ان تم حلها. الان ممكن انت تحل كل المشاكل هذه وتخلي، لو صار كل عندك النقاط هذه لونها اخضر بكون طبعا احسن وضع للصفحة هذه من ناحية السيو، وجوجل حتأرشفها وان شاء الله حتظهر في اول نتيجة بحث. لكن لو ما تمكنت فيعني انك تتخلص على الاقل من نصهم بيكون افضل، يعني عندك 2 4 6 يكونوا اخضر اللي هم الرئيسيات هذول، بالاضافه لقضيه 300 كلمه في الموضوع. لو طلعنا فوق هنلاقي انه محرك البحث صار جيد ولونه ايش اخضر. هيك ان شاء الله يعني الموضوع تبعك حيتصدر محرك البحث جوجل لانك التزمت بالمعايير تبعت السيو. نلتقي إن شاء الله معكم في درس جديد المرة القادمة، ويعطيكم ألف عافية. كان معكم أشرف سعيد المدهون من موقع مهووسو التقنية الحديثة في دورة ووردبريس. تحياتي.